السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لـ 9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير غانم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. سر غموض حالة دلال عبد العزيز الصحية ولحظات سمير غانم الأخيرة. كشف مصدر طبي عن آخر التطورات الصحية المرتبطة بالوضع الصحي للفنان دلال عبد العزيز إثر إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد تشييع جثمان يزوجها الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير عقب تدهور وضعه جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال مصدر طبي في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية بأمر طبي، قررنا إخفاء خبر وفاة زوج الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عنها، وذلك خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية. فالفنانة بغرفة العناية المركزة تعاني من التليف الرئوي المفترض وضعها على أجهزة التنفس الصناعية رغم محاولة رفضها من التنفس خلاله، مؤكدا أن حالتها غير مستقرة تماما. وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، تعاني دلال من ضيق في التنفس ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح ما بين 75 إلى 85، مشيرة أنها قليلة جدا وفقا لحالتها. ونفى المصدر الطبي ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة المصرية، معربا عن استيائه بشكل عام من انتشار تلك النوعية من الأخبار، ومؤكدا أنها تضر بصحة المريض النفسية وعائلته. بدورها كشفت الفنانة المصرية لبليبا صديقة الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إنها قامت بالاتفاق مع الفنانات في الوسط الفني خاصة المقربين من دلال على إخفاء خبر وفاة زوجها، مؤكدا أنهن يحرصن مع بناته إيمي ودنيا سمير غانم على التعامل معها بشكل طبيعي، وكأن النجم الراحل ما زال على قيد الحياة. وتذكرت لبليبا آخر موقف جمعها مع الراحل سمير غانم وكانت برفقة الفنانة نبيلة عبيدة وابنته إيميا، وكعادته كان يحرص على روح الفكاهة والضحك، مؤكدا أنه في حياته الطبيعية كان يحرص على إضحاك من حوله حتى وأنه مريض كان يسعى لنشر المرح مع الآخرين من حوله. ووصفت لبليبا الفنان سمير غانم بالإنسان الحنون قائلة: جمعتني به أعمال سينمائية عديدة كانت بصمة مميزة بتاريخ الفنية، ولما كنت أحزن لشيء ما كان دائما يخفف عني ويضحكني، خاصة عند وفاة والدتي كان الدعم القوي، وكان يقول لي: لا تنسي أنك فنانة والفنان ملك الجمهور. يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا الخميس عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. في وداع زمورة ماذا قال نجوم الفن عن الفنان سمير غانم؟ شيع العشرات من الفنانين والمحبين جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم لمثواه الأخير من مسجد المشرطة الضاوية وسط حزن وبكاء على رحيل ساحر الكوميديا سمير غانم الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس عن عمر يناهز 84 عاما، تاركا ألما كبيرا على فرقه داخل كل منزل مصري بعد أن رسم البهجة على وجوه الجميع بأعماله الكوميدية المميزة. وعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لفقدان صديقها ورفيق عملها إثر مرضه الشديد في أيام الأخيرة، وقالت إن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها حرصا على حالتها الصحية حتى لا تتدهور بعد معرفة الأمر ولكي يكتب لها النجاة من المرض الصعب. وتقدمت منظمة يونيسيف مصر بعزاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك للفنانة دنيا سمير غانم سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة بعد وفاة والدها، تغمده الله في وسع رحمته، عزاء للأسرة الكريمة. ومن داخل الجنازة نعت الفنان لبليبا ببالغ الحزن والأسى على وفاة صديقها الراحل سمير غانم قائلة: سيظل في قلوبنا دائما. عادل إمام ينعي سمير غانم بكلمة مؤثرة: هتوحشني أوي. نعى الزعيم عادل إمام وفاة الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض حيث أصيب به خلال الفترة الماضية من فيروس كورونا وفشل كلوي. ونشر عادل إمام صورة تجمعه بالراحل سمير غانم عبر فيسبوك: مع السلامة يا سمير، مع السلامة يا حبيبي، هتوحشني أوي. وتوفي الفنان سمير غانم مساء الخميس بعد صراع مع المرض بعدما وضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعية على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أصاب أيضا زوجته الفنانة دلال عبد العزيز. محمد رمضان يستفز جمهور سمير غانم بفيديو بعد رحيله.
في الوقت الذي انهالت فيه تعازي الفنانين لوفاة الفنان القدير سمير غانم، معربين عن حزنهم لرحيله بعد رحلة فنية حافلة أثرى خلالها مكتبة الفن المصرية بمئات الأعمال الجيدة. انشغل الفنان محمد رمضان بنشر فيديو للفنان الراحل وهو يشيد بأداه خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، وكتب أحد المتابعين ويدعى مصطفى الزاكي تعليقا على الفيديو: محمد رمضان حتى على الشخص العاوز تترحم عليه جايبه يمدحك. هيفاوه بتودع سمير غانم بقلب مكسور وصور فريدة. نعت النجمة اللبنانية هيفاوه اليوم الخميس النجمة المصرية الراحل سمير غانم بعبارات مؤثرة وصور فريدة، وشاركتها بعدة منشورات على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن بالغ حزنها لرحيل النجم المصري الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، وشاركتها بمنشورا عبر صفحتها على فيسبوك وقالت فيه: وداعا للإنسان العظيم صاحب الطلة المبهجة، وتابعت: سمير غانم سنشتاق لك لفنك ولجمال روحك، إن لله وإنا إليه راجعون، مع أيقونة مضمنة لقلب مكسور في إشارة إلى حزنها العميق. كما غردت النجمة اللبنانية على صفحتها الرسمية في تويتر وقالت: راح نشتاق لك كتير كتير، مع وجود قلب أحمر مكسور أيضا ضمن التغريدة. وكان الفنان سمير غانم قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى. وسمير غانم من مواليد 15 من يناير عام 1937، وهو ممثل كوميدي، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جل سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لما على المسرح من خلال تقديم مجموعة من السكتشات الكوميدية، ثم قدم ثلاثة بعدها عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. وفي ثمانينيات القرن العشرين لما نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصية سمورة وفطفوطة، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي. صناع الفن يودعون الصورة الكوميديا سمير غانم بهذه الكلمات. في مقدمة من الكاتب أحمد البياري، والذي شمعت بينهم علاقة طويلة استمرت لست مسرحيات، والذي لم يتمكن من أن يتملك نفسه. أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل أصيب سمير غانم بمرض فطر العين الأسود قبل وفاته؟ وهل علمت الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.